كذي تسوين فيني وانا معاك سنين عشرة عمر، افا عليك بس افا. قبش حجي هالسيارة تشتغل؟ والله كانت تشتغل، بس الظاهر من عيونك عقب هالقبش مالتك هذه ما ظنيتي بتشتغل، عينك حارة. كام داون حجي كام داون، سيارتك از اميزنج انتيك، انا لازم اخلي كم صورة معاها عشان نحطها اون انستغرام تقيس سم لايكس. ابن وانا مسين ايش فيك انت؟ لا تاذيني كثر ما انا متاذي، يلا زلف. ها Your car is same as my dad's car, you know, but he is not driving it anymore because it's not walking. Haji, excuse me, شغل أغنية traditional. I'll go live on TikTok, you know what I'm saying? ها؟ تبي أشغلك جو كذي مال يناسب الصورة ها؟ Go ahead, Haji. Traditional ها؟ Go ahead, Haji. For TikTok ها؟ Yes, Haji. Yeah, traditional ها؟ اوكي بشغل لك، بس ابيك تحط بالك على الكلمات. شوف اللحن حلو بس الكلمات بتعجبك. ثانك يو. حط بالك حق الكلمات، اللحن حلو بس الكلمات حجي. جو اهيد يلا اسمع. ترجمة Yeah, of course you man. Traditional. TikTok, huh? ويا زلك الحكي. Traditional. ما عجبك الكلام ها؟ زمر. ويا زلك الحكي. الله يهديكم بس. الله يهديكم. يهديك انت بعد وتشتغلي. شفتوا الموقف وطبعا عرفتوا والسالفة. السالفة بتكون ظريفة ومرحة إن شاء الله مع الرواد اللي يرتادون هذا المجمع لافينيوز الجميل. احنا بنتكلم عن الموضة وعن الكشخة وعن التقليعات الجديدة اللي تطلع وهي علاقتها بالماضي. ليش ناس ما يلتزمون بلباس معين؟ ليش تغيرت عاداتنا تقاليدنا؟ خلونا ندردش في هالمحور مع رواد هذا المجمع. حياكم معنا. قول زين. حبه الله انا بحبك. ايش رايك في كشختها الايام؟ يعني اذا اشوف لهالجيل ما يعجبني يعني ستايله، كل زمن وله ستايله. زين ايش رايكم اللي في شيء اوفر، اللي تشوف بنطلون مشقق، تشوف شغله مو لهالدرجه؟ احنا ما مستحيل يعني نهائيا. كان يتجرأ يطلع ثوبه كبوس قبل كذي؟ لا والله ما يتجرأ. لا ما في امل. لا ممنوع. والحين شنو تغير؟ والله الزمن. قبل كان الواحد يستحي يعني لازم يغطي راسه بغتره، الحين صارت يقول لك حتى القرعه موضه. صح بالضبط، صح كلامك. للاسف. ليش للاسف؟ لان يعني العادات تغيرت اخوي. تغيرت ها؟ قبل كان افضل انا بالنسبه لي طبعا. قبل مثلا لما تروح اي مكان رسمي اذا ما تلبس او بدله عدله او ثياب حتى لو كاجوال شوي اوكي؟ عباره في نظرهم غليل. صح في نظرهم غليل، انت كنت مو بهندامه. يعني هذه يروح فيه الدوام يعني عادي. صحيح. عادي ها؟ اي صحيح. بس كذي ما يصير دوام. لا ما يصير، لا حتى بالكويت هم ما يصير. هذه مال المجمعات. مجمعات، طلعت بحر، حداق ما حداق، امور مثل هذه. عرفت ترى في بحر قريب هني، جبت الخيط وياك والله يبي لنا. المتحف الوطني مال في البحرين في المنامه. بلى. تتوقع سنه كم افتتحوا؟ والله اخوي ما يحضرني يعني. قول اي تاريخ يمكن يطلع بالغلط، ترى كلها جوائز. 85 الموجود سنة 1984. 84 ها والله كلش ما عندي فكرة. قول أي تاريخ وتقدر تروح هناك بكابس عادي. 1967 64 حلو. هل لنا بتاريخ محدد؟ لا ما اعتقد 64. يقول لك ما اعتقد، رد عليه. لا اعتقد يعني والله اتوقع ما ادري والله، بس هو ثاني يمكن مو بنفس المكان. لا هو هني فتحوه اساسا هني سبعينات، اقول بالسبعينات. بالسبعينات 89 قولي 74 يمكن 88 هذه من مجوهراتك. قلتي 88 صح؟ هذه قطعة حلوة جميلة من مجوهرات العلوي، وهذه 50 دينار من تلفزيون البحرين. مشكورين ما قصرتوا. قلتي بالضبط. مشكورين ما قصرت. تستاهلون. حياكم الله في البحرين. حياك الله. ونشوفكم في المتحف. إن شاء الله. من شرى لك الفستان؟ ماما. الحين صارت عادي ان واحد يلبس ثوب ويلبس كابس ويكون ماتشينج وحلو، صار من ضمن الكشخه. صحيح. واللبس المشقق اللي هنا كلش ما ينزل. كلش ما وشم، خط وشم هنا. يعني لو اخوك او اختك او شيء يلبس اللون والله صراحه ما ارضى. تسطر ها؟ تصفق علينا. يبين من التسريحه انت وياهم ها؟ يعني انا ولدي وياي في مثلا التيشيرت اللي عليه انا مو براضيه، بس انا مضطره اخليه يلبس عن خاطره. عن خاطره في هالسن عن خاطره. اي حيبيعونه مشقق، يقولون هاي الموضه ويدفعونه. احنا قبل لو في لتفه كبير نستحي نطلع فيه، الحين يشترونه مشقق. الصراحه انا ايد التغيرات اللي تصير. اي يعني كل واحد يقدر يلبس اللي يعجبه بس على سن معين. شوف كل الحين الموضه صارت جوتي رياضه. اي حتى ثوب جوتي رياضه. اي جوتي رياضه، وتعرف بعد خبرك زمن امراض، فرياضه الجميع نفس ما يقولون. اي اخو شنو اغانيك المفضله؟ والله انا اغلب اغاني عبد المجيد ومحمد عبد. سعودي. والاغاني يا جو ديس هذه ما اسمع. لا ما اسمع. يوسف تلبس وردي؟ انت لو اعطوك وردي؟ بس اذا على توكيو درفت. بس انت اذا خاطرك في شيء تاخذينه تصرين عليه ولا تتنازلين؟ عادي اتنازل، بس يعني اقصر ساعات، بس عادي ساعات اتنازل يعني. بس الشيء اللي يريحك ويسرك ويجملك ويطلعك بازين صوره لك شخصيه. يا زين اول يلبسون ثوب وطاقيه. بس ما تشوفك لابس انت مال تراب؟ قلنا بس عشان سرينا بس بعد. بس حق المقابله، بس احنا كيفنا نلبس. اي على كيفنا. شنو الشيء ينولد اخضر ولما يصير شاب يصير اسود وفي اخر عمره يصير حمر؟ العشب الثيل. انا اتوقع العشب. العشب. ورق الشجر. حنه. 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 اقول بطيخ. البطيخ. اي. مو الجح، والله انتم تسمونه البطيخ هو الجح. اي البطيخ هو الجح. البطيخ هو الجح، انتم في السعودي يسمونه البطيخ جح والجح بطيخ؟ اي الجح الاصفر. الفلفل، ليش قلت الفلفل؟ مو الفلفل خضر صح؟ اي ويصير اسود اذا قطوه في الشمس يصير اسود ويصير احمر بعد. ينولد اخضر ويعيش اسود ويموت احمر. الشاي احمر. الحنه. يعلمونا قاعدين. الشاي جربتش الشاي. علمتك غلط. واذا اللي علمك كم تعطينا؟ اذا كان صح. اعطيك شاي. الماما؟ اي. ها؟ غششتك غلط وخسرتك. اعطونا الجائزه، اعطونا الجائزه. الله يسلمكم، هذه عندكم من التي كلاب. واحنا سالنا الشاي صح؟ جواب الشاي. اللي قلتيه انت الشاي صح. اوكي هذه تي كلاب شاي، وهذا الله يسلمك 50 دينار من تلفزيون البحرين، وهذه بعد من مجوهرات العلوي، في عندهم فرع في الافنيوز. وكدي مدي كيفك، عشان تعطيني البابا اعطي السحور واعطي الذهب حق امك ال 50 دينار لك. شو رايك حور؟ اوكي كذي فير؟ اوكي. الله يخليه لك وان شاء الله تبلغ فيها عروس ودكتوره وشخص انسان مهم في المجتمع. الله يخليكم ان شاء الله. طالع ماما. خلي اربط خيطك وبتطيح. شو اسمك انت؟ محمد. يعني اخيرا صورت يا واحد اسمه محمد وجميل. أعزائنا، تجولنا في الأفنيوز البحريني الجميل والتقينا برواد هذا المجمع وناس فازوا عن جدارة وناس يمكن فوزناهم، والحين بننتقل إلى مكان أجمل إن شاء الله، وبنلتقي بعد بناس آخرين وبندردش معاهم وإن شاء الله بنفوز المحظوظين منهم. تعالوا معانا وتشوفوا بنروح وين وبنلتقي بمن. يعني الناس بلا توه قاعدة فيه، يعني حق عشاء. حلو تمشي في المطار ها؟ اي ما يضر شوي بس لا تصبح حلبه ها؟ ها؟ انطلاق. في مصر عندكم نفس التقليعات، القصات، التحف. اول كنا نسمع ام كلثوم نقعد ساعتين، الحين الاغنيه اخرها دقيقه ونص. الحياه سريعه، عاوزين يوصلوا بسرعه. شنو المظاهر اللي يعني ما تعجبك، يعني سواء في الشاب او في الكبير السن او بنت او ولد؟ انا هو سوء الاخلاق، سوء التعامل، هذا اللي ما يعجبني في الناس. لكن لبسه شكله ما كلهم حر بحاله. ما لحقنا على البرتقال اللي كلته ذي. شنو ذي؟ تشيكن مكاني والله، صوصة قباقب، المزاج الشباب اللي حاطين تصريحاتهم ما شلون شكلها، والاغاني الغريبه اللي يسمعونها. انتم معها؟ اذا هي ضمن نطاق الذوق العام ما عندنا مشكله. صحيح، يعني في ناس يروحون معاملات، يروح بشورت مثلا، يقدم معامله بوزاره معينه، يروح بشورت، شيء مو لائق يعني. شو اللي غيرهم؟ ما ادري، الزمن ما اعتقد، الناس هم اللي تغيروا. حلو الواحد يتطور يعني مع الوقت. كل يعني وقته له ستايله. يعني انت تاخذ الزيتي كذي، الرصاصي، الاسود، ابيض ابيض، زين حلو. ينور الوجه. يعني في الحين صار اللبس الشعبي بالنسبه حق الشخص اللي يلبسه يكون غير عن المجتمع، كانه شاذ، كأنه شوذ عن المجتمع. المدام قالت تحب الشكل كذا. اوكي. المدام قالت. اي المدام قالت ما ابغى شيك، انا من اول اشيل اللحيه وصفر. اي قالت بس خلي شنب واللحيه كذا تكون. وانت اللي يقولون لك اوكي. انت سمعت المدام بعد المدام قالت شيء خلاص بعد. يعني صدق اللي قال المدام، يسمونها الحكومه. انزين تتوقعون أول سيارة دخلت البحرين سنة كم وش اسمها؟ أتوقع يعني يمكن الأوروبية هذه اللي تصير العجلات خشب، أعتقد. أوكي. البخاري. سنة 1930. تويوتا ممكن؟ لا أتوقع فورد. زي سنة كم؟ 1890. 1890 أعتقد. 1970 اعتقد. في الخمسينات 1950. ما تعرفون اسمها شنو السيارة؟ اذا كلش هي تقريبا مرسيدس، ممكن مرسيدس. وانت هتقول لي فيات عندكم؟ لا شفر. كدلك او شفر. اول سيارة دخلت البحرين سنة كم وش اسمها؟ كيف 70؟ في 70 1913. شو اسمها السيارة؟ فورد او يمكن فورد بعدهم. موستنج. انا أعرف إنه في السيارات القديمة، بس كدخلة البحرين والله ما عندي فكرة الصراحة. يعني يقول رقم واسم سيارة كذي يمكن. كونيت. كونيت. ها سنة 1700 و 1700. أيوة. مستحيل أبعد هذا. الدولة العثمانية. هذا يمكن أول يعني قبل 100 سنة يمكن. تتوقعين أول سيارة دشت البحرين سنة كم وشنو اسمها؟ أتوقع في الستينات. زين، والسيارة شو اسمها؟ ما أعرف شنو اسمها. يعني إذا تعرفين أسماء السيايير. تويوتا. قول. فورد. سنة في الستينات. فورد ممكن. زين، والسنة؟ ممكن 1900 54 55 سنة كم؟ في الخمسينات، انا الخمسينات. خمسينات. وش اسم السيارة؟ اتوقع الألمانية، بس ألمانية. مرسيدس. زين هذه مرسيدس السيارة، سنة كم دشت البحرين؟ 1929. 29. أول سيارة دخلت البحرين سنة كم وشنو اسمها؟ يعني يمكن 1940. زين يلا. 1920. 22. 1945. زين خلينا نروح حق السيارة. احنا العمر انتم مو بصايدينه. نبي السيارة ماركتها، تتوقعون شنو ماركتها؟ ماركة انقرضت عشان بعد اسهل عليكم. انقرضت؟ وين؟ لحظة. انت تشوف الوهم عنده شعر في ميزه يقدر يحك راسه ويفكر بسرعه. لا ما احك صور. اي حك يطلع لك المارد الحين. مو يابانيه يلا. امريكيه. زين امريكيه شو اسمها؟ شفرولي؟ شفرولي غير. انقرضت. هو اسم منصب من المناصب يلا. ها؟ كينج ماستر. في سيارة اسمها الكينج؟ لا سمعتوا عنها؟ أنت قلت سنة كم آخر شيء 1920؟ إيه تعال وأنت قلت الكينج احنا بنوزع عليكم أنتم الاثنين الجوائز. هي 1919 يعني احنا بنحاسبك، في ناس قالوا 20 بس ما قالوا السيارة، بس أنت قلت الكينج زين؟ فهي اسمها الكينج وسنة 1919 هذه أول سيارة دخلت البحرين. أنا بقول اللي قال التاريخ القريب جدا. أيوة هذه لك 50 دينار من تلفزيون البحرين. أوكي في التي كلاب. تاخذ خطيبتك وتروح. أوكي أنت ما جاوبت. يعطيكم العافية. عيادات شام تنظيف أسنان مجاني. وانت بنعطيك جائزتين لان انت قلت الكينج، انت عارف اسمي كان بتجاوب، اسمي عبدالله ملك. كينج. هذه قسيمه من اسواق الحلي، وهذه ايضا قسيمه ثانيه من حلوى وحلويات الخلود. يا سلام عليك الله يعطيكم العافيه. وعتعطي المره هي اللي معدلتك، هي اللي هذا اكيد، هذا شيء اكيد. شنو كان ابوك يلبسه انت الحين ما تلبسه؟ اوزار. الاوزار ما تلبسه الحين، بس ساعات شوي كبار لكن بعد لابسين شيء ما يناسب عمرهم. متشببين بعد يبون يحبون الدنيا. شلون بعد؟ تناسق ما شاء الله جو، وفي ماتشنج بينكم بعد ها؟ شنو الاكل اللي تناسب هالجو؟ تكه ولا قباقب ولا شنو؟ لا قباقب. قباقب؟ ما شاء الله حلويه ولا حديه ولا لا ايوه المنام فرج الفاضل. المنامه فرج الفاضل. ما لكم شغل بالقباقب؟ قباقب صوبنا، ما تلبسون مثل القابل، احنا لازم شغله وماتشنج اتعلم منك. يا ذوق يعني تسريحه عاديه مو مشكله، بس ساعات الفنادق اللي الشعر على فوق وديك وهالسوالف ما لها داعي يعني. قدرتوا تتحكمون في اشكالهم في تصرفاتهم؟ لا. تمشي مع الستايل والموضه ولا انت اللي على مزاجك تسويه ولا شلون؟ والله على مزاج، ما يعني مو على مزاجي، انت تشوف ستايل وانا اشوف انا كذي يعني. زين شباب دائما احنا نقول حق الواحد يعني لما نعزه ونقدره ويوجبنا او شيء نقول له لا خلا ولا عدم، صح؟ اكيد. في تكمله حق هذه الجمله، لا خلا ولا عدم يا طويل العمر. يا طويل العمر. ها ما اعرف قول شيء يمكن يطلع صح. الف لا خلا ولا عدم يا بعد عمري. يا بعد عمري هذا اقول حق الله. قولي يعني الشعر الفي كذي بيت كذي على نفس الوزن يمكن يطلع صح. لا خلا ولا عدم يا ما اعرف حتى الشعر مالي يعني. كلش بس في الطباخ اوكي. اي الحمد لله. لا خلا ولا لها تكمله؟ اي لها تكمله، انا اليوم بس اكتشفت ان انا صراحه توني مكتشف منك بعد. يا راعي الغنم. انت ما ادري ها؟ يا الخال ولا ما ادري. اقول لك انا اعرف المثل لا خلا ولا عدم دائما يعني. لا خلا ولا عدم يا ماري شنو الصيام؟ بس يعني لا ما يعني مو قادرة تحضرني تكملة المثل والله كلش. ما لا تقفل قول كلمة الياهل ما يرادس وممكن يكسر ذي، ممكن يخربه. شو تقول له؟ بليس لا خلا ولا عدم، توهقنا ويا هالسؤال، ما حد عارف يجاوبه. اعزائنا احنا سالنا سؤال زين وما حد عرفه، هو يقول لا خلا ولا عدم منك. قلنا كملوا، ما حد قاعد يكمل. لا خلا ولا عدم نسمعها صح؟ لما واحد يقول لا خلا ولا عدم، تكمله تقول اللي انا اول مره اكتشفها، منك يا كاسر السيم. هذه ام قاعده تقول حق ولدها لا خلا ولا عدم منك يا كاسر السيم. شنو السيم؟ يعني تكسر عاداتنا وتقاليدنا. حلو، ها سيم انا حطب بقول. حطب؟ اي وين محطوط الحطب؟ ما قلت حشيش انت برا، ما بقول حطب. اي الحطب يعني شلون؟ له تكوين معين، له شكل معين في البيت، في الحوش، في الفريج. مال السقف اللي فوق قبل. مال السقف. شنو السيم؟ شي مثل الشجر. شجر، ها. الجذع مال الشجرة. سلة مثلا شيء. سلة. السيم يعني خلينا نقول مثلا حواجز او شيء او قول بيكمل سور. سيم هم قاصدين فيها مثل العمود. عمود مثل الاعمده. زين. في الجوانب تحديد. في المسلسلات القديمه دائما يخلون هذه السيم. نفس اليلسه كذي والله. يلسه. اي. انزين هو يعني يلسه. هي اعزائنا يعني يلسه يسوونها، يسوون شيء مرتفع على الارض يمكن مترين في مترين. فهذه الام تقول حق ولدها لا خلا ولا عدم منك يا كاسر السيم. هو مكسر ذي كله، كسر يرادس يناقز، نقول يقفز، فذي انكسر والابو يجي يعدله مره ثانيه. فهي مستانسه على ولدها تقول له لا خلا ولا عدم منك يا كاسر السيم. زد اند اف زين كابون، هذه كابون مشتريات. وهذا الله يسلمك من عيادات شام عندك تنظيف اسنان مجاني، هذه بعد لك. وهذه الله يسلمك من قسيبه مشتريات من اسواق الحلي، بعد لك. عاد هذه كلها يمكن تروح، يمكن ما تروح، يمكن تعطي الاهل، عطهم يستفيدون. انت لك كاش 50 دينار من تلفزيون البحرين. يلا تسلم. شكراً. ومبروك والله يهنيك. تشوفوا المسلسلات القديمه والمفردات عشان تعرفون بعد تاريخنا وماضينا. ان شاء الله. تسلم حبيبي، الله يوفقك يبا، الله يحفظك، مع السلامه، مبروك تستاهل. يلا ما توفقتوا، احنا توفقنا بمعرفتكم. الله يحفظك ويخليها لك وتبلغ فيها عروس ان شاء الله. امين. يلا تسلموا تسلموا، الله يحفظكم، حياكم الله. خليك على البرتقالي ذي ينشط الذاكره. استكيت. الاستكيت يعني الاوتوكيت. استكيت. والله احنا ربحانين بشوفتك والله. والله انا الربحان فيكم شباب الحلوين، الله يحفظكم. وان شاء الله لا خلا وعدم والله لا يغير علينا. امين امين. والتيكلاب فيه هني فرع عندهم في الافنيوز. اوكي؟ انتم عقب اللقاء تروحون حق ماما وبابا تحبونهم على راسهم، تقول شكرا سميتونا اسماء حلوه، المذيع حب اسمنا. هذه دعوه حق التيكلاب، حق الماما. يا ولد انت واحده وانت يا ودي واحده. مرتك بس هدية عيد زواجكم حصلتها. وصلنا معاكم إلى ختام حلقتنا من فكر واربح، وكان كل همنا إن نقول حق كل واحد شارك واربح، وإن شاء الله قلبك يكون منشرح. نلتقي باكر حلقة جديدة وفائزين جدد إن شاء الله، ودائما مع فكر واربح أنت الربحان. أنا بعرف الكشخة هذه وين رايح؟ والله راح المنامة. رايح المنام، لازم تكشخ كذي؟ يعني ها؟ تغيير جو شوي. تغيير ها؟ اي نعم. انزين وعقب المنام وين بتروح؟ والله بنعود يعني الصلاة وذي. اي نعم. زين والكشخة هذه، الكشخة ذي ما تنفع في عراد؟ عراد شوي ضيقة يعني تعرف، سراير زحمة. منامة أوسع شوي. أكيد يعني. أكيد أوكي أنت. الحمد لله. جايين تسوقون. الحين كذي شكل واحد جاي يتسوق صح، بس كذي كأنك رايح حفله صح؟ يعني طالع من الشغل انت؟ لا والله جاي من البيت. جاي من البيت. بس السوق بعد لازم كشخه ها؟ شغلات يعني حلوه.